وفي امهات واباء كتير قوي بيشوفونا دلوقتي يقول لك طب انا قلبي مولع نار، ازاي اخد التعزيه من التجربه والالم اللي انا فيه؟ تمام. هو لازم الجا لله، لان الله هو المصدر كل تعزيه. بيتقال كده في سفر اشعياء، انا هو معزيكم. مهما نحاول ان احنا نعزي على قد ما نقدر، لكن ربما الوقت صغير وهنمشي، لكن الله هو اللي يقدر يبرد النار اللي جواه. ده غير ان ايوب نفسه قال معزون متعبون. احيانا واحنا بنعزي الناس نقول بعض الالفاظ نجرحهم اكتر ما نعزيهم. فالحقيقه وده اللي عملوه برضو اصدقاء ايوب، يعني كانوا كلامهم كان جارح جدا لدرجه ان هم تعبوه اكتر من ان هم عزوه. في بعض الاحيان التعزيه يفضل فيها الصمت بس مع الطبطبه او الاحضان. انا حاسس يعني مع بعض الناس ساعات ما يكونش عايزين يتكلموا، حتى لو اتكلموا عن الله هم في وقت معين عايزين يقعدوا ساكتين ويسمعوا لصوت نفسهم. بس انا كشخص مكلوم اعزي نفسي ازاي من التجربه الصعبه اللي انا كنت فيها دلوقتي؟ هو اهم حاجه عشان اقدر استحمل اللي حصل ده ان انا يبقى عندي ايمان كبير جدا بربنا. اهم حاجه ايمان انه بيحبني، ايمان انه خد ولادي او خد اي حد في مكان افضل، إيمان إن إحنا حياتنا على الأرض دي كده كده هتخلص ويبقى ليا رؤية مستقبلية عن المستقبل، إيمان إن ربنا أهم حاجة عنده الحياة الأبدية. في آية كده بتقول إيه؟ جعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. فلازم نعرف إن الله ليه فكر مختلف تماما، فلازم يعني يحاولوا يفتكروا إيمانهم ويفتكروا مبادئهم، ولازما يكونوا عارفين معنى الحياة أنه أهم حاجة في الدنيا الأبدية. أكيد. ومحتاجين واحدة واحدة يبتدوا يشكروا ربنا، بس واحدة واحدة، وبعدين يصبروا، ممكن يشاركوا مشاعرهم بعد كده مع حد يكون أمين من الأصدقاء. في طرق أنا يقول سابونا لو ما عرفتش أشكر في الوقت الصعب اللي أنا فيه ده دلوقتي، يبقى أنا كده بني آدم خاطي. أنا في الحقيقة يعني عايز أوصل إن ربنا ده أب حنين جدا، يعني بيترأف علينا جدا. ده حتى في آية بتقول ملاك الرب حال حوله كل خائفيه، وكمان بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته نجاهم. يعني أنا كل ما أتضايق أنا كابن الله، كل ما أتضايق الله يتضايق معي طبعا. وزي ما حضرتك قلتي بكى المسيح طبعا عشان يشاركنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فالآية بتقول بقى إن كل ما أتضايق أنا كابن الله المسيح يتضايق معي، بس يتضايق ويرسي بس لضعفاتنا، ولكن ملاك حضرته نجاهم، بيبعت لهم ملاك يديهم التعزية. فالله بيعمل كده، هو بيترأف عليهم، مش بيتضايق منهم زي ما احنا نقول بقى ده انت كده بقيت خاطي عشان تزمرت. لا 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 خالص، ده اب يعني عارف ان ابنه بس في شده وفي ضيق، ويرسل لهم بقى الملائكه عشان تعزيهم، يرسل لهم الاباء الكهنه والخدام وتعزيات قداسه البابا. صحيح. ربنا قوي.